وصل الراعي الرسمي المهرجان النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حبايبنا في ثالثه ثانوي. النهارده معانا في محاضره الهيكل المحوري، المحاضره يا شباب موجوده عندك في اقل وقت ممكن، في نص ساعه المحاضره وافيه كافيه، فيها كل التفاصيل، فيها كل التريكات. بس قبل ما تخش المحاضره عايز منك حاجتين. عايز منك اول حاجه انك تحضر الدرس من الكتاب اللي معاك، يعني تقرا كده الهيكل المحوري سريعا، مش هياخد معاك دقيقه بالظبط، يعني تفتح كتاب الامتحان لو انت بتذاكر منه تقرا الجزء بتاع الهيكل المحوري، مش هياخد معاك دقيقه دقيقتين بالكتير. بعد ما تخلص القرايه تفتح جوجل، عايزك تشوف شكل الفقرات، شكل الفقره العظميه عامله ازاي، عايزك تشوف شكل الضلوع عامله ازاي، عايزك تشوف شكل الجمجمه عامله ازاي. الموضوع ده كله مش هياخد معاك 3 دقايق بالظبط، لكن هيفرق معاك جدا جدا في فهمك النهارده للهيكل المحوري. يلا بقى بينا على المحاضره، مش عايزين نطول المقدمه معاك. تعالى بقى معانا نخش على تاني حاجه عندنا وهو الدعامه في الانسان. طيب هو مين يا دكتور اللي بيدي للانسان الدعامه بتاعته؟ قال لك جهاز اسمه الجهاز الهيكلي. واول ما اقول لك الجهاز الهيكلي هيجي في دماغك العظام اللي هو الهيكل العظمي. فالجهاز الهيكلي فعلا بيتكون من العظام اللي هو الهيكل العظمي، العظام. طيب العظام بس يا دكتور؟ قال لك العظام هي اهم حاجه في الجهاز الهيكلي، لكن في بعض الحاجات بنبدا ان احنا نديها للعظام بحيث ان العظام تعرف انها تعمل وظيفتها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا التقاء عظمه مع عظمه بيكون في فاصل، بيكون في اهو الحته الفاضيه دي بنسميها فاصل، بنسميها مفصل. فالجهاز الهيكلي بيتكون من العظام اللي هو اهم مكون، بعد كده مفصل. طب يا دكتور المفصل ده موجود ليه؟ قال لك المفصل موجود عشان يسمح بالحركه بتاعه العظام. عارف لو المفصل ده مش موجود مش كان هيكون في حركه، فالمفصل ده موجود عشان يسمح بالايه؟ يسمح بالحركه. طيب قال لك يا دكتور عند المفاصل العظام دي ممكن انها تحتك مع بعضها، ولو العظام دي احتكت مع بعضها هيسبب تاكل في العظام. طب نعمل ايه عشان نمنع تاكل العظام؟ قال لك حط غضروف عند راس العظمه دي، وحط غضروف عند راس العظمه دي. الغضروف دي حاجه بتكون ملساء فبتقلل الاحتكاك عند المفاصل، فبالتالي هتقلل تاكل العظام. يبقى هنحط تاني حاجه عندنا ايه؟ هنحط تاني حاجه عندنا غضروف. هات بالاسود عشان يبقى لون مختلف فعلا كده، غضروف. طيب دلوقتي يا دكتور عايزين نربط العظمه دي بالعظمه دي، هنربطهم ازاي؟ قال لك يا باشا هات حبل، هات رباط عشان نربط العظمتين ببعض. يبقى الرباط دي حاجه بتربط العظام ببعضها، يبقى عظمه بعظمه رباط. طيب يا دكتور عايزين نربط العضله دي بالعظمه دي، قال لك هات حبل، هات وتر عشان نربط العضله بالعظمه. طيب عارف الوتر ده بيعمل ايه؟ لما عضله البايسبس دي تبدا انها تنقبض، شايف عضله البايسبس ولا مش شايف؟ لما عضله البايسبس دي تبدا انها تنقبض تبدا انها تشد العظمه دي. يعني بص لما العضله دي تبدا انها تنقبض تبدا انها تشد عظمه الساعد ناحيتها. فدي اهميه الوتر، ان هو بيربط ما بين العظمه والعضله والعظمه بحيث ان هو يشد العظمه يعني. تمام، ده كده الوتر اللي بيربط وتر اللي بيربط عظمه وعضله. تمام. طيب ده كده الحاجات اللي بيتكون منها الجهاز الهيكلي. طب ايه يا دكتور فايده الجهاز الهيكلي؟ قال لك ان هو بيديك الدعامه، بيخليك كده واقف قدامي كده صلب نفسك. عارف من غير الجهاز الهيكلي بتاعك ومن غير العظم بتاعك كنت هتكون عامل ازاي؟ كنت هتكون كده كائن رخوي في الارض. فالجهاز الهيكلي بيديك الدعامه بتاعتك. تمام، وطبعا بيحافظ مثلا او بيحمي بعض اجزاء الداخليه من الجسم، او بيحمي بعض اعضاء الجسم الداخليه، زي مثلا الجمجمه بتحمي المخ، زي مثلا العمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي، بعض الحاجات كده مش مهمه قوي. فكده احنا خلصنا اهم حاجه مكونات الجهاز الهيكلي. طيب عايزين نعرف يا دكتور العظام دي اللي هو يعني الهيكل العظمي ده، بيتكون من كام عظمه؟ يعني في كام عظمه في جسم الانسان؟ قال لك والله الهيكل العظمي بتاعك بيتكون من 206 عظمه. يبقى الهيكل العظمي بتاعك بيتكون من 206 عظمه، بيتقسموا كالاتي: هيكل اسمه الهيكل المحوري، وسميناه محوري لانه بيكون موجود في المحور او بيكون موجود في منتصف الجسم يعني، وبيكون عندك هيكل تاني اسمه الهيكل الطرفي، سميناه هيكل طرفي ليه؟ لانه بيكون موجود على اطراف الجسم بتاعك. طيب تعالى نتكلم عن اول حاجه عندنا عن الهيكل المحوري.
اول حاجه عايز اقولها لك ان الهيكل المحوري بتاعك بيتكون من 80 عظمه. طيب هو ايه اصلا يا دكتور الهيكل المحوري بتاعك؟ قال لك الهيكل المحوري بتاعك هو العظم اللي بيكون موجود في منتصف الجسم. تعالى بص معايا، بص كده على العمود الفقري بتاعك هتلاقيه موجود في منتصف جسمك، بص كده على الجمجمه هتلاقيها موجوده في منتصف جسمك، بص كده على القفص الصدري هتلاقيه برده موجود في منتصف الجسم. فده كده الهيكل المحوري بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو العمود الفقري وثم القفص الصدري ثم الجمجمه، دي حاجات موجوده في نص الجسم، موجوده في منتصف الجسم، فهي تبع الهيكل المحوري. يبقى اول حاجه عندك العمود الفقري بتاعك. تاني حاجه عندك الجمجمه. تالت حاجه عندك القفص الصدري. طيب هي يا دكتور الهيكل الطرفي بتاعك؟ قال لك الاطراف بتاعتك، الطرف العلوي اللي هي دراعاتك، الطرف العلوي. طيب ورجلينك اللي هما الطرف السفلي. طيب احنا دلوقتي يا دكتور حاسب بس السلك ده عشان نعرف نتكلم، احنا دلوقتي يا دكتور محتاجين ان احنا نربط الطرف العلوي بتاعنا بالهيكل المحوري بتاعنا، نعمل ايه؟ قال لك والله مش انت عايز تربط الطرف العلوي بالهيكل المحوري، هات رباط عشان يربط او هات حزام عشان يربط. يبقى احنا هنجيب حزام ليه؟ عشان يربط الطرف العلوي بالهيكل المحوري عشان يربط. طيب الحزام ده هيكون موجود فين؟ قالك الحزام ده هيكون موجود في منطقة الصدر، فهنسميه حزام صدري. طيب انا دلوقتي يا دكتور محتاج ان انا اربط الرجل بتاعتي اللي هو الطرف السفلي بتاعي بالهيكل المحوري بتاعي. طيب اجيب ايه؟ قالك هات حزام عشان يربط، يبقى هنجيب حزام. طيب الحزام ده يا دكتور مكانه هيكون فين؟ قال لك مكانه هيكون في الحوض، فهنسميه حزام حوضي. حزام حوضي. طيب يبقى مما يتكون الهيكل الطرفي بتاعك هتقولي والله الطرف العلوي والحزام الصدري، الطرف السفلي والحزام الحوضي. يا دكتور الحزام الصدري ده حاجه بتربط الطرف العلوي بالهيكل المحوري، يا دكتور الحزام الحوضي دي حاجه بتربط الطرف السفلي بالهيكل المحوري. تمام؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ لا. طب احنا دلوقتي هنروح ندرس ايه؟ هندرس الهيكل المحوري بالتفصيل وده هيكون في سبورة، بعد كده هندرس الهيكل الطرفي بالتفصيل وده هيكون في سبورة تانية، بعد كده هندرس الغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار في سبورة، وبكده الحمد لله رب العالمين الدعامة في الإنسان خلصت. تمام؟ طبعا ده قدام لسه مش خلصناها، بس أنا بقول لك يعني هنمشي إزاي. تمام؟ تمام. تعالى أول حاجة عايزين نعرفها أو أول حاجة عايزين ندرسها وهو العمود الفقاري. عايزين نعرف العمود الفقاري ده بيتكون من إيه؟ قال لك والله يا دكتور العمود الفقاري بيتكون من مجموعه من الفقرات، فقرات في منطقه العنق، فسبحان الله رب العالمين سميناها بالفقرات العنقيه، يبقى الفقرات العنقيه. طيب بعد كده فقرات في منطقه الصدر، فسبحان الله رب العالمين برضو سميناها بالفقرات الصدريه. طيب بعد كده يا دكتور فقرات في منطقه البطن، ما سميناهاش فقرات بطنيه عشان يعني ما تستسكاش، سميناها فقرات قطنية لأن منطقة البطن بنسميها القطنية. ولو واحد منكم بيروح الجيم وعايز يمرن المنطقة اللي في أسفل الظهر ده بيقول لك عليه تمرين القطنية، فاسمها فقرات إيه؟ اسمها فقرات قطنية. يبقى أنا عندي العنقية اللي موجودة في منطقة العنق، الصدرية اللي موجودة في منطقة الصدر، القطنية اللي موجودة في منطقة البطن، بعد كده عندي العجزية بعد كده عندي العصعصية تمام؟ العصعصيه كده العصعصيه صح. طيب العصعصيه دي يا شباب بتكون فقرات ضامره في الانسان. يعني ايه فقرات ضامره في الانسان او ليه بقت ضامره في الانسان؟ قال لك لان ملهاش لازمه في الانسان، يعني الفقرات العصعصيه دي ملهاش اي لازمه في الانسان، انما بتكون ليها لازمه في الحيوان لانها بتكون الديل، فهي في الانسان بتكون فقرات ضامره يعني ملهاش لازمه، فعشان كده حجمها بيكون صغير جدا 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 ضامره، فهي اللي بتكون اصغر او بتكون الاصغر حجما لانها ايه؟ ضامره يعني الانسان مش محتاجها، فبتكون حاجه كده ايه؟ صغيره خالص. تمام؟ تمام. دي كده الفقرات عنقيه، صدريه، قطنيه، عجزيه، عصعصيه. طب دلوقتي يا دكتور عايز اعرف عدد الفقرات. قال لك والله لما جينا نشوف عدد الفقرات العنقيه لان ان هو سبع فقرات. سبع فقرات في منطقه العنق. طيب بعد كده عندي 12 فقره في منطقه الصدر، يعني الفقرات الصدرية، بعد كده عندي خمس فقرات في منطقة القطنية، بعد كده خمسة عجزية، بعد كده أربعة عصعصية، يبقى 7 12 5 5 4 و 0 12 7 12
خمسة خمسة أربعة، سبعة عنقية يعني سبع فقرات في منطقة العنق، بعد كده 12 فقرة في منطقة الصدر، بعد كده خمس فقرات في المنطقة القطنية، بعد كده خمسة عجزية، بعد كده أربعة عصعصية. طيب أنا دلوقتي يا دكتور عايز أعرف نوع الفقرات دي، هل هي فقرات متمفصلة ولا فقرات ملتحمة؟ قال لك هو يعني إيه متمفصلة ولا ملتحمة؟ قال لك يعني متمفصلة يعني الفقرة بتعمل مع الفقرة التانية فاصل، يعني في فقرة ثم فاصل ثم فقرة، فقرة ثم فاصل ثم فقرة، دي كده معناها فقرات متمفصلة. طب يعني إيه يا دكتور فقرات ملتحمة؟ يعني الفقرات بتكون ملتحمة ببعض، مفيش فواصل، تمام؟ فأنا عايز أعرف الفقرات دي بتكون ملتحمة ولا متمفصلة؟ قال لك والله الفقرات العنقية لقيناها إن هي الفقرة ثم فاصل ثم فقرة ثم فاصل ثم فقرة ثم فاصل ثم فقرة، فهي فقرات متمفصلة. يعني في ما بينها مفاصل. طيب متمفصلة. وهكذا الفقرات الصدرية متمفصلة، وهكذا الفقرات القطنية متمفصلة. لكن لما جينا نبص على الفقرات العجزية لقيناها بالشكل ده بالظبط. لقينا إن الخمس فقرات ماسكين في بعض، مفيش ما بينهم فاصل، فهي عبارة عن فقرات ملتحمة. طيب سؤال يا دكتور، أدام هما فقرات ملتحمة يعني موجودين في عظمة واحدة، إزاي عرفت إن هما خمس فقرات؟ قالك عن طريق خطوط كان موجودة فيها. بص موجود فيها كده خمس خطوط، لو أنت شفتها في المشرحة هتلاقي فيها خمس خطوط بالشكل ده، أربع خطوط معلش. فدي قلنا الفقرة الأولى، ودي قلنا الفقرة الثانية، ودي قلنا الفقرة الثالثة، ودي قلنا الفقرة الرابعة، ودي قلنا الفقرة الخامسة، عن طريق إيه؟ الحزوز اللي فيها أو الخطوط اللي فيها، عرفنا عدد الفقرات، لكن هي في الآخر عبارة عن إيه؟ عبارة عن عظمة واحدة ملتحمة. يبقى الفقرات العجزية فقرات ملتحمة، وهكذا برضو العصعصية. تمام؟ تمام، ملتحمة. طيب دلوقتي يا دكتور أنا عايز أعرف عدد العظام الموجودة في العمود الفقري. أنا قلت لك إن الفقرات العنقية عبارة عن فقرات متمفصلة، يعني إيه؟ يعني الفقرة الأولى عنقية ثم فاصل ثم فقرة تانية ثم فاصل ثم فقرة ثالثة، فالفقرات العنقية عبارة عن سبع فقرات بسبع عظام. ليه سبع عظام؟ لأن أقدر إن أنا أفصلهم عن بعض، أقدر أقول لك يا باشا دي العظمة بتاعت الفقرة الأولى، ودي العظمة بتاعت الفقرة التانية، ودي الفقرة بتاعت التالتة، ودي الرابعة، ودي الخامسة، أقدر إن أنا أفصلهم عن بعض، فبالتالي يعملوا لي إيه؟ يعملوا لي سبع عظمات. طيب وهكذا الصدرية متمفصلة فبرضو 12 عظمة، وهكذا القطنية متمفصلة فهكذا برضو خمس عظام. إنما لو جيت على العجزية، بص يا باشا هم خمس فقرات لكن هم في الآخر إيه؟ عظمة واحدة، عظمة واحدة ملتحمة، فبالتالي هعدهم كأنهم إيه؟ عظمة واحدة. وهكذا العصعصية، بص العصعصية بتكون بالشكل ده، حاجة صغيرة خالص كده، لأن إحنا قلنا إنها الأصغر في الحجم. فعدد العظام سبع عنقية، 12 صدرية، خمسة قطنية، واحدة عجزية، وواحدة عصعصية. لو جيت تحسبهم في الآخر هتلاقي إن هم عبارة عن 26 عظمة، لأن العمود الفقاري عبارة عن 26 عظمة. تمام؟ تمام. أنا عايز أعرف الحجم بتاع الفقرات. تمام؟ تمام. بص يا سيدي ركز معايا، أنا قلت لك إن العصعصية فقرات ضمرة فهي الأصغر في الحجم، فوق العصعصية شوية في الحجم بتكون العنقية، فالعنقية بتكون متوسطة في الحجم، يعني ولا هي صغيرة، متوسطة في الحجم ولا هي صغيرة. ايه المتوسطة في الحجم دي؟ ولا هي صغيرة زي العصعصية ولا هي مثلا كبيرة زي القطنية، هي بتكون اي حاجة ايه في النص ما بينهم. طيب نخش على الفقرات الصدرية حجمها عامل ازاي. قالك بص الفقرات العنقية يا شباب بتشيل الجزء العلوي اللي هي بتشيل الجمجمة. طيب بعد كده الفقرات الصدرية، الفقرات الصدرية بتشيل الفقرات العنقية والجمجمة، فأنا كل منزل لتحت الضغط بيزيد، يعني كنت في العنقية الضغط ما كانش عالي قوي، طب نزلت الصدرية لا الصدرية شايلة العنقية بالضغط بتاع العنقية بالضغط بتاع بقى منطقة الصدر، فكده الصدرية شايلة ضغط أو شايلة حمل أكتر من العنقية، فكل يا شباب ما يزداد الضغط كل ما يزداد الحجم عشان تعرف تشيل، يبقى كل ما يزداد الضغط كل ما يزداد الحجم. طيب انا الصدريه شايله ضغط اكتر من العنقيه فبالتالي حجمها هيكون ايه؟ بالتالي حجمها هيكون اكبر من العنقيه، فبالتالي كده الصدريه اكبر من العنقيه. تمام تمام، يبقى الصدريه اكبر من العنقيه. ليه؟ لانها هي شايله الضغط بتاع العنقيه زائد الضغط بتاعها، فبالتالي محتاجه انها تكون ايه؟ حجمها اكبر شويه. طيب تعالى على القطنيه، القطنية يا شباب شايلة العنقية والصدرية، يعني شايلة الضغط بتاعهم، يعني هي بتشيل ضغط أكتر منهم هما الاتنين، فبالتالي محتاجة إنها تكون أكبر منهم هما الاتنين، لأن حضرتك يا دكتور لسه قايل إن كل ما الضغط يزيد كل ما الحجم يزيد، يبقى هي الأكبر في الحجم. يا دكتور ثانية واحدة، إزاي هي الأكبر في الحجم؟
مش المفروض العجزية شايلة القطنية والصدرية والعنقية، فكل ما الضغط يزيد كل ما الحجم يزيد، فبالتالي العجزية اللي تكون أكبر في الحجم؟ قالك لا، ركز بقى معايا الله يكرمك. هو فين المنديل؟ ركز معايا، المنديل عمل كده ليه؟ اهو ركز معايا. بص يا سيدي، ادي عندك اهي دي الفقرات العنقية، وادي عندك اهي دي الفقرات الصدرية، وعن عندك اهي دي الفقرات القطنية، وادي عندك اهي دي الفقرات العجزية. طيب لو بصيت على الفقرات العجزية هتلاقي انها ماسكة في الحزام الصدري ناحية اليمين بالشكل ده، وماسكة في الحزام الصدري التاني ناحية ثانية واحدة كده نظبط الرسمة، رسمة كروكي بس سريعا يعني، ماسكة في الحزام الصدري التاني ناحية الشمال. فلما جينا بصينا على الفقرات العنقية لأنها بتشيل ضغط اللي فوقيها، والصدرية بتشيل ضغط العنقية باللي فوقيها، فبالتالي الصدرية بتشيل أكتر من العنقية. ولما جينا بصينا على القطنية لأنها بتشيل ضغط القطنية زائد ضغط الصدرية زائد ضغط العنقية، فهي أكتر واحدة بتشيل ضغط. طيب لما جينا بصينا على العجزية، لقينا إن العجزية يا شباب أو الضغط الواقع على العجزية بيتقسم على ثلاثة، بيتقسم على الفقرات العجزية، وبيتقسم يمين على الحزام الحوضي ناحية اليمين، وبيتقسم شمال على الحزام الحوضي اللي ناحية الشمال. يبقى الضغط هنا الواقع هنا بيتقسم على ثلاثة، يعني مثلا لو الضغط هنا مثلا ولو يكن 30، فعشرة بيقع على الحزام الصدري الحوضي ناحية الشمال، وعشرة الناحية التانية اللي هو ناحية الحزام الحوضي اللي ناحية اليمين، وعشرة واقعين على الفقرات العجزية. يبقى العجزية مش أكتر واحدة بتشيل ضغط. ليه؟ لأن أول ما بنيجي عند منطقة العجز الضغط بيتوزع على الثلاثة، بيتوزع على الحزام الحوضي لناحية اليمين، والحزام الحوضي لناحية الشمال، والفقرات العجزية، فالضغط هنا بيتوزع. إنها مين يا دكتور أكتر واحدة شايلة ضغط؟ هي القطنية، عشان كده هي الأكبر في الحجم. أمال يا دكتور العجزية دي بتكون عاملة إزاي؟ قال لك بص، العجزية دي عبارة عن فقرات، فقرة عادية جدا جدا جدا، رحنا جايبينها ودقين عليها، فلما دقينا على الفقرة بقت فقرة مبطبطة، يعني بطبطناها بقت فقرة مبطبطة. يعني ايه مبطبطة في اللغة؟ يعني مفلطحة. طيب انا لما جبت فقرة ودقيت عليها، اي نعم بقت فقرة مفلطحة يعني فقرة مبططة، بس لما دقيت عليها اتفلدت، دي معناها انها بقت عريضة، يبقى هي كانت فقرة عادية جدا جدا جبناها فدقينا عليها بقت فقرة ايه؟ مفلطحة مبطبطة. طب لما دقيت عليها اتفلدت فبقت فقرة عريضة، بقت مفلطحة وعريضة. جميل جميل، دي كده يا باشا اهم حاجة في جزء العمود الفقري. تمام. طيب انا دلوقتي يا دكتور عايز اشوف شكل الفقرات دي عاملة ازاي. قال لك والله عندنا منظرين، منظر علوي للفقرة ومنظر جانبي. تعالى اول حاجة نبص على المنظر العلوي للفقرة. يعني ايه منظر علوي للفقرة؟ يعني جبت فقرة وبصيت عليها من فوق، دي الفقرة وانا بصيت عليها كده. طب لما بصيت عليها كده لقيت ايه؟ لقيت والله ان دي منطقة البطن، دي كده منطقة البطن اللي هي منطقة الامام، ودي منطقة الظهر اللي هي منطقة الخلف. طيب لما بصيت من الامام لقيت فيه جزء امامي اهو، جزء امامي سميك بيتكون من العظام، سميته ايه يا دكتور؟ قال لك سميته جسم الفقرة. اه والله هو الجسم بتاع الفقرة، جسم الفقرة. يبقى جسم الفقرة هو جزء امامي، ليه امامي؟ لانه ناحية البطن ناحية الامام، سميك يعني لانه بيتكون من العظام، بس سميك فسميته جسم الفقرة. طيب ولقيت هنا يا باشا حلقة، حلقة بالشكل ده بتتكون من العظام فسميناها حلقة. طيب الحلقة دي يا شباب لقيت فيها ماشي فيها الحبل الشوكي فسميناها حلقة شوكية. طيب دي كده الحلقة الشوكية. طيب بص كده، دي كده الحتة دي الحلقة الشوكية. طب دي يا دكتور الحتة الفاتحة دي، الخرم ده اسمه ايه؟ قال لك اسمه قناة. يبقى الخرم ده اسمه نفس، بص الخرم نفسه اللي هو الحتة الفاتحة دي نفسها اسمها ايه؟ اسمها قناة. قناة فيها ماشي فيها الحبل الشوكي فسميناها قناة شوكية. طب الحبل الشوكي ده يا دكتور طالع منه أعصاب، فممكن نسميها قناة شوكية أو أفضل نسميها قناة عصبية، عشان نفس نص الكتاب. يبقى ممكن نسميها قناة شوكية أو قناة عصبية. يبقى يا دكتور الحلقة نفسها اللي هي بتتكون من عظام دي اسمها ايه؟ حلقة شوكية. طب القناة نفسها اسمها ايه؟ اسمها قناة شوكية أو قناة عصبية. جميل جميل. بعد كده عندك نتوق ورا القناة الشوكية أو ورا الحلقة الشوكية، سميناه ايه؟ قال لك سميناه نتوق، وعشان هو يا دكتور ورا الحلقة الشوكية فسميناه بالنتوق الشوكي. بسيطة خالص اهي. طيب وعندي نتوقان ماشيين بالعرض فسميناهم نتوق مستعرض، يعني نتوق
نتوءان بقى، نتوءان مستعرضان، نتوءان مستعرضان. طبعا انا همشي على واحد اقول نتوء مستعرض فانت تعرف ان هما نتوءان، نتوء هنا نتوء هنا مستعرضان عشان ماشيين بالعرض. طيب وعندك هنا يا دكتور نتوء كمان، بس نتوء بيعمل بس يعني عشان بس تركز معايا خلينا نقول تاني، نتوء بيعمل تمفصل فسميناه نتوء مفصلي. طيب طيب النتوء المفصلي ده يا دكتور ناحيه الامام اللي هو ده اللي هو ده ناحيه الامام ولا ناحيه الخلف؟ لا يا دكتور ناحيه الامام فسميناه نتوء مفصلي امامي. طيب النتوء اللي ورا ده يا دكتور قال لك برده نتوء بيعمل تمفصل فسميناه نتوء مفصلي. طيب ناحيه الامام يا دكتور ولا ناحيه الخلف؟ قال لك ناحيه الخلف ناحيه الظهر فسميناه نتوء مفصلي خلفي. يبقى سريعا كده تاني نقول الـ 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 البيانات بتاعه الفقره. قال لك والله بقى قدام في جسم الفقره اللي هو جزء امامي سميك بيتكون من العظام، عندك نتوءين ماشيين بالعرض اسمهم نتوءان مستعرضان، عندك ورا النتوء ورا الحلقه الشوكيه سميناه نتوء شوكي، بعد كده نتوء ناحيه الامام فسميناه نتوء ولانه بيعمل تمفصل فسميناه نتوء مفصلي امامي، ونتوء ورا برده بيعمل تمفصل فسميناه نتوء مفصلي، وعشان ورا سميناه نتوء مفصلي خلفي. وعندك القناه او الحلقه الشوكيه اللي ماشي فيها الحبل الشوكي في القناه الشوكيه. طيب لو جبت يا دكتور الفقره بمنظر جانبي، يعني ايه منظر جانبي؟ يعني وريتك كده الفقره من الناحيه دي هتلاقي الفقره عامله ازاي؟ هتلاقي الفقره بالشكل ده بالظبط. ادي عندك يا عم الحلقه الشوكيه اهي، عندك جسم الفقره اهو، وادي عندك الحلقه الشوكيه اهي، وادي عندك النتوء الشوكي اهو، وادي عندك النتوء المفصلي اهو. طب ده يا دكتور يا ترى هل نتوء مفصلي امامي ولا نتوء مفصلي خلفي؟ قال لك بص دي ناحيه الامام ودي ناحيه الخلف، دي كده امام ودي كده خلف. طيب النتوء ده يا دكتور ناحيه الامام اهو، ناحيه الامام اهو، فهنسميه نتوء مفصلي امامي. والنتوء ده يا دكتور ناحيه الخلف ناحيه الظهر فسميناه نتوء مفصلي، مفصلي يا باشا هنا فيه مفصلي خلفي. طيب النتوء المفصلي الامامي ده يا دكتور ممكن نسميه اسم تاني، ممكن ندلعه باسم تاني. قال لك اه مش يا باشا النتوء المفصلي الامامي ده ناحيه فوق، مش دي كده الفقره ودي كده فوق الفقره اللي هو الجزء العلوي من الفقره وده كده الجزء السفلي من الفقره. ايوه فممكن نسميه نتوء مفصلي امامي او نتوء مفصلي علوي، نتوء مفصلي علوي يعني ناحيه فوق، وده ممكن نسميه نتوء مفصلي خلفي او نتوء مفصلي سفلي يعني ناحيه تحت سفلي بس. وعندك يا باشا النتوءات المستعرضه واحد داخل جوه السبوره وواحد طالع من السبوره، معرفتش ارسمهم لك، مش انا يا باشا جايب لك الفقره من الناحيه دي من الجنب، فانت لما تشوف الفقره من الجنب هتلاقي في نتوء مستعرض طالع كده ونتوء مستعرض داخل كده، انا هرسمهم لك ازاي يعني فاهم؟ يعني اعتبر ان في نتوء مستعرض طالع كده ونتوء مستعرض ايه داخل لجوه السبوره. تمام تمام انا عايز دلوقتي اعرف الفقرات، الفقره مثلا قلنا مثلا الفقره دي 10 ودي 11 ودي 12 ودي 13، عايز اعرف الفقرات بتتمفصل مع بعض ازاي. قال لك والله يا باشا الجزء السفلي من 10 بيتوصل مع الجزء العلوي من 11. يعني ايه؟ يعني النتوء المفصلي الخلفي او السفلي من 10 بيتوصل مع النتوء المفصلي الامامي العلوي من 11. او حاجه تانية، النتوء المفصلي الخلفي السفلي من 11 بيتوصل مع النتوء المفصلي الامامي العلوي من 12، او النتوء المفصلي السفلي الخلفي من 12 بيتوصل مع النتوء المفصلي الامامي العلوي من 13. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا. اخر حاجه عايز اقولها لك، العمود الفقري عندي طبعا ده المفروض العمود الفقري، العمود الفقري عندي يا شباب، العمود الفقري عندي يا شباب بنسميه محور المحور. ليه يا دكتور العمود الفقري بيكون محور المحور؟ او يعني ايه اصلا محور المحور؟ محور المحور يعني العمود الفقري هو محور الجهاز المحوري او محور الهيكل المحوري. طب ليه يا دكتور العمود الفقري هو محور الهيكل المحوري؟ قال لك العمود الفقري هو محور الهيكل المحوري لان كل الهيكل المحوري بيتصل بالعمود الفقري. بص كده معايا، لو بصيت من ناحيه فوق هتلاقي ان من اعلى الجمجمه بتتصل مع العمود الفقري. بص كده من فوق هتلاقي ان الجمجمه بتتصل فوق مع الفقرات العنقيه، يبقى والجمجمه دي من العمود من الهيكل المحوري، فمن اعلى بيتصل بها الجمجمه. طيب في منطقة الصدر يا دكتور، قال لك والله تعالى بص معايا، في منطقة الصدر هتلاقي ان الضلوع بتتصل بالفقرات الصدرية، ففي منطقة الصدر بتتصل بالقفص الصدري،
طيب، وتتصل كمان بالحزام الصدري اللي هو قول معايا، بيتصل كمان بالحزام الصدري اللي هو العظم الطحي الكتف الاسكابيولا. تمام. وعندك برضه في منطقه الحوض بيتصل بيه الحزام الحوضي. احنا كده تقريبا خلصنا العمود الفقاري، فاضل مثلا فكره واحده بس في العمود الفقاري. الفقرات العصعصيه الشباب ليها شكل، والفقرات العجزيه الشباب ليها شكل، والفقرات القطنيه الشباب ليها شكل، والفقرات الصدريه ليها شكل، والفقرات العنقيه ليها ثلاث اشكال. اول عظمه اسمها اطلس، دي بيكون ليها شكل، يبقى دي رقم واحد. وتاني عظمه اسمها المحور، ودي بيكون ليها شكل تاني. ومن 3 ل 7، يعني من بعد الاثنين، من 3 بقى لحد 7 دول بيكون ليهم شكل ثالث. تمام. انا يهمني اول الفقره الاولى والثانيه اللي هما الاطلس والمحور. الاطلس دي يا شباب عظمه بتكون بالشكل ده، بالشكل ده اهي، والمحور دي عظمه بتكون بالشكل دي. طب ليه سميناها محور؟ لان الاطلس بتلف حوالينها، فالاطلس بتلف حوالين المحور، يعني العظمه الاولى عنقيه بتلف حوالين العظمه الثانيه عنقيه، يبقى الاطلس بتلف حوالين المحور. طب يا دكتور لما الاطلس تلف حوالين المحور ايه اللي يحصل؟ قال لك تبدا تحرك رقبتك يمين وشمال. تمام. دي كده جزء الاطلس والمحور. سريعا بقى عشان احنا كده خلصنا اهم حاجه في الهيكل المحوري. انا دلوقتي بدور على اللي بتاع عشان امسح. طيب سريعا بقى كده تعال نخش على الجمجمه. دلوقتي احنا خدنا العمود الفقري، دلوقتي داخلين على الجمجمه. طيب الجمجمه دي يا دكتور بتتكون من ايه؟ قال لك الجمجمه عندنا بتتكون من حاجتين، بتتكون من جزء اهو، جزء كده، دي كده جمجمه. الجمجمه بتتكون من جزئين، جزء كده، جزء ناحيه الامام فبنسميه بالجزء الامامي، وجزء ناحيه الخلف ناحيه المخ فبنسميه بالجزء الخلفي. طيب يا دكتور الجزء الامامي ده فيه الجبهه فممكن نسميه جزء جبهي، او الجزء الامامي ده يا دكتور ناحيه الوجه اللي هو الوجه بتاعي فبنسميه بالجزء الوجهي. طيب الجزء الخلفي ده يا دكتور ناحيه القفا فبنسميه بالجزء القفوي، او الجزء اللي بيحمي المخ فبنسميه بالجزء المخي. يبقى خلفي او قفوي او مخي، امامي او جبهي او وجهي. تمام. تعال اول حاجه نتكلم عن الجزء الامامي. الجزء الامامي ده يا شباب بيتكون من 14 عظمه. ال 14 عظمه دول بيعملوا ايه؟ قال لك ال 14 عظمه دول بيعملوا مواضع اعضاء الحس، وبيعملوا الفك العلوي والفك السفلي، وبيعملوا عظام الوجه بتاعتك. تمام. طيب الجزء الخلفي ده يا دكتور بيتكون من كام عظمه؟ بيتكون من 8 عظمات. طيب الثمان عظمات دول يا دكتور بيجي يعني عاملين ازاي او بيعملوا ايه؟ قال لك الثمان عظمات دول اهم حاجه عايز اعرفها فيهم هو يعني شكل الاتصال بتاعهم. هل شكل الاتصال بتاعهم بيكون عباره عن مثلا عظمه متصله بنتوء بالشكل ده اللي هو اتصال اي عظمه اللي هو نتوء وتجويف، ولا شكل الاتصال بتاعهم بيكون بالشكل اللي هو بتاع الاطراف المسننه؟ ما احنا عندنا نوعين من الاتصالات، يا اما نتوء وتجويف، يا اما الاتصال بتاع الاطراف المسننه. طيب قال لك النتوء والتجويف ده بيكون اتصال ضعيف، يعني سهل ان العظام دي تفك من بعض، انما الاتصال بتاع الاطراف المسننه ده بيكون اتصال قوي. طيب انا محتاج العظام بتاعه الجزء المخي، العظام اللي هي بتحمي الجزء المخي، بتحمي المخ، محتاج ان هو يكون اتصالها قوي ولا محتاج ان هو يكون اتصالها ضعيف؟ لا يا دكتور محتاج ان هو يكون اتصالها قوي، يعني محتاج ان هو يكون الاتصال بتاعها عند الاطراف المسننه للعظام، يعني العظمه دي طالعه منها اطراف مسننه والعظمه دي طالعه منها اطراف مسننه وبيتصلوا ببعض عند الاطراف المسننه. والمفصل ده بيكون فيه الياف فبنسميه مفصل، لانه في فرق ما بين عظمتين او يعني حته فاضيه ما بين عظمتين فسميناها مفصل، وفي الياف فسميناها مفصل ليفي. والمفصل الليفي ده مع تقدم العمر يبدا يترسب فيه كالسيوم وتحول الى عظم، يعني ده مع تقدم الايه؟ مع تقدم العمر. ما اظنش ان احنا في حاجه ثانيه مهمه. على فكره احنا طولنا قوي 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 في الـ في الـ في العمود الفقري وانا ما خدتش بالي. طيب انا هنا يا دكتور قلت انها 14 عظمه، وقلت ان هنا 8 عظمات، وعايز اقول لك ان الجمجمه كلها فيها 29 عظمه. لو انت حسبت 14 زائد 8 هتلاقيهم 22. طيب فين التسعه؟ فين بقى التسعه وعشرين؟ هو فاضل فين السبعه الباقيين؟ قال لك والله عندي ست عظيمات سمعيه، ست عظيمات سمعيه. طيب ليه سميناها يا دكتور عظيمات؟ لان عظم بيكون صغير، يعني عظمه دي حاجه كبيره، عظيمه دي حاجه صغيره. زي مثلا ورقه دي حاجه كبيره، ورايكه دي حاجه صغيره، شجره دي حاجه كبيره، شجره دي حاجه صغيره، فعظيمه دي حاجه صغيره.
فهي عباره عن 6 عظيمات صغيره. بتكون موجوده فين يا دكتور؟ قال لك بتكون موجوده في الاذن الوسطى. الاذن الوسطى دي فيها 3 والاذن الوسطى دي فيها 3، يبقى 3 و3 كام؟ 6. هو عباره عن مطرقه وسندان وركاب. تمام، دي كده العظيمات السمعيه وظيفتهم ان هم بيعلوا الفوليوم بتاع الصوت. اخر حاجه عندك العظم اللامي، وده عظم بيكون موجود فوق الحنجره. كده خلصنا الجمجمه ولله الحمد. تعالي تاني حاجه، تالت حاجه عندنا نتكلم عن القفص الصدري. طبعا انا طولت قوي وانا زعلان من حوار العمود الفقري، بس ان شاء الله هينزل بالطول بتاعه ده. القفص الصدري بس هو مهم جدا جدا انك تفهم العمود الفقري بالشكل ده. تعالي نتكلم اخر حاجه عن القفص الصدري، تالت حاجه عندنا. يبقى احنا كده خلصنا الهيكل المحوري. القفص الصدري ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من عظمه في النص اسمها عظمه القص، اهي عظمه القص. وعظمه القص دي متصله بيها 12 ضلع يمين و12 ضلع شمال. المفروض يعني تصل بقى 12 ضلع يمين و12 ضلع شمال. تمام تمام، ركز بقى معايا عشان تعرف ايه اللي حصل. قال لك والله انا عندي الضلع رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 راحوا اتصلوا مباشره بعظمه القص فسميناها ضلوع حقيقيه. طيب بعد كده الضلع الثامن والتاسع والعاشر عملوا ايه؟ هفهمك. انا يا عم رحت سالت الضلع الثامن، قلت له يا عم بتعرف القص؟ قال لي اعرفها. قلت له بتتصل بيها؟ قال لي بتصل بيها. رحت بصيت لقيت ان الثمانيه ما بيتصلش بالقص، لا ده ثمانيه بيتصل بسبعه اللي بيتصل بعد كده بالقص. فثمانيه ضلع كذاب كتب عليا لانه ما بيتصلش مباشره بقص، انما بيتصل بشكل غير مباشر لانه بيتصل بسبعه اللي بعد كده بتتصل بالقص، فسميته ضلع كذاب كذاب. طيب رحت سالت تسعه قلت لها انت بتتصل بالقص؟ قالت لي اه بتصل بيها. قلت لها تعرفيها؟ قالت لي اعرفها. فرحت بصيت على تسعه لقيتها بتتصل بثمانيه اللي بتتصل بسبعه اللي بعد كده بتتصل بالقص، فبرضه قلت عليها ضلع كذاب، وهكذا 10. فالضلوع دي بسميها بضلوع الكاذبه لانها كذبت عليا وطلعت انها ما بتتصلش مباشره بالقص. وعندك في الاخر الضلع رقم 11 والضلع رقم 12. 11 و12، 11 و12 دي يا شباب بسميها ضلوع عايمه عايمه في بحر الغدر. طب ليه يا دكتور عايمه في بحر الغدر؟ قال لك بص، المفروض ال 12 ضلع اليمين دول يتصلوا كلهم ب ب ب ب ب بعظمه القص، بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا شباب ان من 1 ل 10 راح كلهم اتصلوا بعظمه القص لان لقوا ليهم مكان، لكن 11 و12 ما لقوش لهم مكان، هم في الاخر فمش لقوا ليهم مكان، فبالتالي كلهم دول ال 10 الاولين دول غدروا بيهم فبقوا عايمين في بحر الغدر، فعشان كده سميناهم الضلوع العائمه. تمام تمام، انا كده خلاص بخلص الدرس بتاعي. اول حاجه بس عايز اعرف يعني الوصف بتاع عظمه القص. قال لك عظمه القص هي عظمه عاديه جدا، جينا دقينا عليها فبطبطناها فبقت عظمه مفلطحه. طيب جزءها السفلي غضروفي، يعني جزءها السفلي بيتكون من غضروف. ممكن يجي في الامتحان يقول لك والله تختلف ترسيب الكالسيوم في اجزاء عظمه القص، ما مدى صحه هذه العباره، صحيحه ولا خاطئه؟ صحيحه. ليه؟ لان انا عندي الجزء العلوي اللي هو الجزء الاول من عظمه القص عباره عن عظم، والجزء الثاني عباره عن غضروف. العظم بيكون فيه كالسيوم اكتر من الغضروف. تمام الكلام؟ يبقى الاجابه دي او العباره اللي انا قلتها دي صحيحه. تمام تمام. طيب عايز اعرف تعريف الضلع. الضلع عامل ازاي؟ قال لك الضلع يا باشا مش عظمه مستقيمه، لا دي عظمه مقوسه. ليه؟ عشان يعني مقوسه يعني عامل زي القوس. ليه؟ عشان تتصل قدام بالقص وترجع ورا تتصل بالفقرات الصدريه، فهي عظمه ايه؟ مقوسه، عامله زي القوس بالشكل ده. فهي عظمه مقوسه، من امام بتتصل بالقص ومن الخلف بتتصل بالفقرات الصدريه. طب يا دكتور بالظبط فين بتتصل بالفقرات الصدريه؟ قال لك بتتصل بالنتوء المستعرض بتاعها وجسم الفقره. يبقى هي بتتصل بالنتوء المستعرض وجسم الفقره، يعني بتعمل مفصل مع النتوء المستعرض وجسم الفقره. طيب وبيقول لك كمان ان الضلع بيبقى مائل لاسفل بالشكل ده، مائل لاسفل مائل لاسفل. لو كان عامل كده كنا قلنا ان هو مائل لاعلى، لكن هو عامل كده فهو يعتبر مائل لاسفل. احنا كده الحمد لله رب العالمين خلصنا الهيكل المحوري ومش عايز اطول فيه اكتر من كده، فيلا بينا نخش على الهيكل الطرفي.